لأن الأحلام حرة، حرري أحلامك. بهذه الكلمات ختمت الإعلامية ميش دياق كلمتها التي افتتحت بها مؤتمر سيدات في الخطوط الأمامية. فبينما تلعب المرأة دورا أساسيا في التحركات الشعبية، إلا أن حقوقها في المجتمعات العربية لا تواكب هذا النشاط. صرخة نابعة من القلب نوجهها إليك سيدتي، تجرأي أن تكوني عظيمة، تجرأي أن تحلمي، تجرأي أن تحرري أحلامك. تنوعت المواضيع التي ناقشها الحضور في مختلف طاولات الحوار، ومن أبرزها الظلم الذي تلحقه قوانين الأحوال الشخصية بالمرأة. إذا نظرنا إلى الواقع في اليمن على سبيل المثال، عندما نصل إلى مرحلة أن قاضية تحتاج إلى محرم حتى تتمكن من البقاء في فندق، عندما نصل إلى مرحلة أنني لا أستطيع أن أسافر دون موافقة ولي أمري، عندما نصل إلى مرحلة أن الأب له الحق أن يزوج ابنته في أي سن شاء، في أي سن شاء، ندرك أن هناك مشكلة. أما في البلدان التي تمكنت المرأة فيها من انتزاع حقوقها، فلا تزال مضطرة للمحاربة للحفاظ عليها. La femme tunisienne a toujours été convaincue que de toutes les manières il n'y aura pas de démocratie totale en Tunisie tant qu'il n'y a pas égalité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui la tunisienne elle est déterminée à ce qu'on ne touche pas ses droits. وعلى بعد أيام قليلة من اليوم العالمي للمرأة، تبقى العبرة فيما سيتحقق من أحلام السيدات وحقوقهن على أرض الواقع لا في الكلام.